ونروح نتابع الموقف العالمي أو تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم. وخلينا نبدأ من روسيا. روسيا أعلنت تسجيل 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وده رفع إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في البلاد ل 87147 شخص. خلينا ناخد تفاصيل أكثر من موسكو من الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير، أهلا بحضرتك. عايزين نطمن على الموقف الأخير في موسكو أو تداعيات فيروس كورونا والإجراءات بقى، أو هل اتخذت الحكومة إجراءات فعلية لعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى أم لا حتى الآن؟ سيدتي الكريمة، يعني باعتقادي أن في الفترة الحالية يعني روسيا تمر في الذروة في تفشي هذا الفيروس، وهذه كانت يعني من التوقعات يعني والتنبؤات لدى وزارة الصحة يعني الروسية وأيضا الحكومة. اليوم يعني لاحظنا خلال يعني الفترة الماضية أن هناك يعني هذا العدد من التفشي هو لغاية الآن يعني مسيطر عليه، وذلك أن أيضا هناك يعني معضلة أو يعني ظاهرة أنه الكثير من ناقلين يعني الفيروس لم تظهر عليهم يعني أعراض هذا المرض. وثانيا أن الإجراءات الاختبارات يعني في روسيا هي تعتبر يعني الثانية بعد الولايات المتحدة، فالآن لغاية الآن أجري أكثر من 3 مليون فحص. واما عن يعني الاجراءات المتخذه فهي لغايه يعني الان تعتمد على النموذج الصيني، وهي التباعد الاجتماعي والحجر الطوعي. ولكن هناك نقطه ايجابيه ايضا فيما يتعلق يعني في تفشي الوباء في روسيا، وهي ان يعني نقاط تفشي الوباء محصوره ومحدوده، ولم يتفشى هذا الوباء يعني في الجغرافيا الروسيه بشكل كامل. فعندنا اليوم يعني هي مدينه موسكو بالذات وضواحيها، وجزئيا مدينه سانت بطرسبورغ. فلذلك يعني الاجراءات لغايه الان يعني المواطنون في عطله رسميه لنهايه هذا الشهر. وبالنسبه للاجراءات الاخرى الحكوميه، هناك الحزم الاقتصاديه لدعم يعني المواطنين، وايضا البنك المركزي الروسي خفض يعني نسبه الفائده تقريبا ل 5.5%، وذلك يعني لتحفيز الاقتصاد الروسي خلال هذه الازمه. ايوه، يعني اذا دكتور عمار، الموقف في روسيا لن يتم تقييمه او لن يتم تحديد بدقه هذا الموقف الا في نهايه هذا يعني الشهر، بس يعني احنا بتفصلنا عنه ايام يعني وينتهي هذا الشهر. يعني هل في قرارات اخرى سوف تتخذها الحكومه الروسيه في اعلان تمديد يعني اجراءات العزل الصحي وما الى ذلك؟ باعتقادي لا، لن تكون هناك تمديد، وذلك بناء على المعلومات يعني قبل ايام من الحكومه الروسيه، وذلك بدء اجراءات بالتخفيف التدريجي لهذا يعني لهذا الحظر الطوعي مع اتخاذ يعني الاجراءات اللازمه الوقائيه. يعني كما تعلم سيدتي يعني مساله الحظر الصحي وروسيا تمر فيها خلال شهر توقف عجله الانتاج، يعني هناك ركود جزئي في السوق الداخلي وايضا يعني هذه كلها امور يعني لا يستهان بها. ربما لا يعني ربما تدفع الحكومه الروسيه لتخفيف حده الاجراءات ايضا. نعم، فلذلك لكن تخفيف الاجراءات يعني من الحظر مع الحفاظ على يعني مستوى معين من التباعد الاجتماعي، وذلك لعدم توقف يعني العجله بالكامل. نرى انه يعني ممكن ان هناك دول يعني ومناطق هي مقبله على انهيارات اقتصاديه يعني في هذه الاسباب. فلذلك يعني اليوم هناك عمليه توازنيه ما بين يعني الحجر والفتح التدريجي يعني بعد عمليه الاغلاق التامه يعني تقريبا للسوق. فراها يعني المنطقه اي الامور تجري يعني بخطوط متوازيه للحفاظ اولا واهم ما في الامر هو على الامن الصحي المجتمعي، ومن ثم التوجه الى انعاش الاقتصاد وتحفيزه وعوده الامور الى ما كانت عليه ما قبل كورونا. طيب دكتور عمار، من الاقتصاد خليني اسال حضرتك على التجارب العلميه او فيما يتعلق بالكلينيكال ترايل، ايه على مستوى الصحه في موسكو لمواجهه فيروس كورونا؟
على هذا المستوى يعني هناك الكثير من المختبرات يعني الروسيه العلميه الفيروسيه، وقد بدات يعني في هذه خلال قبل ايام يعني المرحله العلاجيه السريريه لاختبار هذا يعني اللقاح والعلاج. كما تعلم لو اي لقاح او اي علاج تحديدا دكتور عمار، هل يعني صدر لي اسم حتى الان او تم وضع اسم عملي يعني علمي او تسويقي لي؟ الاسم العلمي كان ماخوذا هو من اللقاح الذي كان يستخدم لعلاج مرض الملاريا، لكن مع تحديد يعني مع اجراءات تعديلات عليه. يتعلق بالكلورين، انا عفوا لا تحضر الذاكره لفظ يعني الاسم بالكامل، ولكن أي. يعني مساله انه اليوم انتقلنا للمرحله يعني التجاربيه السريريه، فهذا يعني ما يعني من استخدام اللقاح المعدل من لقاح الملاريا المتعارف عليه. نعم. فلذلك أي. يعني حتى ايضا يعني من النقاط الايجابيه حول هذا الوباء في روسيا ان عدد الوفيات يعني نسبيا هو الاقل بالعالم، يعني مع نسبه المصابين ونسبه، فهذه كلها يعني امور يعني ومؤشرات ان الامور في مجال يعني السيطر عليها جزئيا، وكل العالم يامل يعني في الحصول على هذا. انا بشكرك جدا بكل تاكيد الدكتور عمار قناه استاذ العلوم السياسيه، بكل تاكيد يعني ما نقدرش، ما فيش حد يجزم في العالم كله انه هذا هو اللقاح أو هذا هو الدواء حتى الآن، لكن اللي بيحصل في روسيا أنه في نجاح لبعض التجارب السريرية أو يعني اللي بيقولوا عليها دايما بلغة الطب أو العلم الكلينيكال ترايل، أنه في نجاح لبعض التجارب السريرية في لقاح معدل كان بيستخدم لقاح للملاريا في السابق، لكن طبعا بكل تأكيد محدش يقدر يجزم ان هذا هو اللقاح او اللي هيكون فعال او اللي هيكون ناجح في القضاء على فيروس